كمان استخدام الفبركه، حضرتك فاكر طبعا احنا بنتكلم دايما على الذكاء الاصطناعي واستخدامه وكده. طبعا يعني تم اثبات انه الفيديو الذي يعني بثه افريقي اذرعي المتحدث الموجه للعرب للجيش الاحتلال الاسرائيلي، صحيح ده جاي يشغلنا احنا، مش جاي يبقى متحدث يعني. راح نزل الفيديو بتاع المكالمه اللي ما بين شاب فلسطيني وابوه، بيقول له ان هو يعني فرحان انه ذبح وكده، وتم من مهندسين صوت محترفين اثبات ان هذا الفيديو هذه المكالمه مفبركه. بالتالي صح. هو بيستخدم كل ادواته، وعلينا نحن ان نكون يقظين كالعاده يعني. وانا في رايي انه افريقاي ده والتافه يعني تجاهله هو من انسب الاحوال اللي ممكن او انسب الطرق اللي تتعامل بيها معانا. بشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير والمتخصص في الاعلام الرقمي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير اعلام دوت اورج. انا بقول لك اهو نصيحتي، يعني افريقاي ده عيل لا حل له سوى التجاهل، ده تجاهله، اعتبره مش موجود، ده بيعيش ويقتات ويتنفس على التعامل معاه. يعني هو هيستفزك عشان انت ترد ومش عارف غيرك يرد، فهو يقول وانت تقول وغيرنا يقول وحاجات زي كده، هو ده قوته، يعني هو بيتنفس على كده. تجاهلته وتعاملت معاه كأنه لم يكن، كأنه غير موجود ولا ليه اي قيمه، هم حاطينه عشان يشدوك تروح انت عامل ايه، يلا مش موجود، باي.